بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنامج تدبر القرآن بالمنطق البرمجي، أو تدبر كلام الله ورسوله بالمنطق البرمجي. قلنا الغرض منه إن احنا بنعرض الآيات بشكل جديد مفصل، معتمدين فيه على فكرة الكود أو المنطق البرمجي، عشان نقدر نزيد إن شاء الله ترسيخ بعض الآيات أو حتى الأحاديث، أو حتى نفك بعض مشاكل بعض الشبه الدينية. بنقدمه في رمضان طبعا خدمة وتوضيح للدين مش للبرمجة، بس بأسلوب طبعا المبرمجين. يا رب يكون مفيد ومضيف وموفق ومتقبل ان شاء الله. ان شاء الله معانا طبعا سؤال صعب: من الذي خلق الله؟ مين هو اللي خلق ربنا؟ سؤال طبعا غريب، حير ناس كتير طبعا. وطبعا انا عارف ان في مشكله في السؤال ذات نفسه، وهنتعرض فيه لمفاهيم الاوبجكت اورينتد ومفهوم الاوفر رايد. طبعا عارف طبعا ان السؤال، طبعا عارف ان في ناس طبعا كلهم على راسي من فوق طبعا رافضه خالص ان اي حد يسال السؤال اصلا من اساسه، فضلا على انه يتجاوب من الاصل. طبعا كلهم على راسي، رغم ان انا شايف ان رايي اني لازم اتكلم. تعال نبص على فكره البرمجه والاوبجكت اورينتد بروجرامنج بمفهوم الاوفر رايد. وده معناه ان انا عايز اعيد صياغه عمليات او فانكشنز انا وارثها من كلاس اخر، كلاس البيرنت او السوبر بتاعي اللي انا وارث منه. فلما جيت بالصدفه كده عملت ايه بروجكت، قمت قايل اد نيو كلاس وسميته مثلا وليكن مثلا بيرسون كلاس، وضفته. جيت وانا في البيرسون كلاس جيت اجرب المفهوم بتاع الاوفر رايد وانا بيرسون كده، ومش بنهرت او باكستند من اي حاجه خالص، ولا وارث ولا اي حاجه. وجيت قمت قلت انا هعمل فانكشن جديده بابليك اوفر رايد. جيت امشي كده لقيت ان هو مطلع لي 3 فانكشنز اساسيين اقدر ان انا اعمل اعاده صياغه، يعني معناها ان انا وارثهم. فلقيت ان ايكوالز وجيت هاش كود ودوت تو سترينج، الثلاثه دول انا ممكن اعمل لهم اعاده صياغه. فاستغربت جدا، واحنا اصلا طبعا واحنا اصلا مش وارثين من حد. ولما جيت لقيت في الريتيرن لقيته بينادي على البيز، والبيز ده هو الاساس يا شباب، او اللي هو الحاجه اللي انا وارث منها. هو انا اصلا ورثت من حاجه؟ البيرسون هنا مش وارث من حاجه من اساسه. انا مش دريفيد، انا مش مشتق من شيء، مش منحدر من شيء عشان انا يعني الاقي ان انا في حاجه اقدر ان انا وارث منها وشغال. فاما رحت بعد كده فتحت حاجه اسمها الاوبجكت براوزر، لقيت في الاوبجكت براوزر ده ادي الشغل بتاعي، ولقيت ان في مجموعه من النيم سبيسز او الباكجز اللي انا بشتغل بيها. لقيت منهم مثلا سيستم دوت داتا، فتحت سيستم دوت داتا دوت، لقيت ان في مجموعه من النيم سبيسز، فتحت حاجه اسمها سيستم دوت داتا، لقيت منحدر منه مجموعه من الكلاسز. ببص كده بنقلب، وانا ببص على الكلاسز اللي موجوده عندي، لقيت ان انا ممكن افتح اي كلاس واشوف تفاصيل اللي هو منحدر منها او اللي وارث منها. فروحت على كلاس مثلا، عسى اي نفتح اي واحد يعني مش مشكله، ممكن نفتح مثلا ده. لقيت ان في كلاس اسمه ايفالويت اكسبشن، ده كلاس كده بفتح كده لقيت ان هو في بيز تايبس، يعني هو وارث من الحاجات الاساسيه. فتحت الحاجات الاساسيه لقيته انه وارث من حاجه اسمها invalid expression exception. فتحت الكلاس لقيته وارث من كلاس تاني اسمه data exception. الله، فتحت الداتا اكسبشن لقيته وارث من كلاس تاني اسمه سيستم اكسبشن. فتحت السيستم اكسبشن لقيته وارث من كلاس تاني اسمه اكسبشن. فتحت الاكسبشن لقيته وارث في الاخر من حاجه اسمها اوبجكت. فعرفت ان الاوبجكت هو اصل الشغل ده كله، او اصل اللي ورث منه اوتوماتيك كل الحاجات دي. لما رحت على مثلا كلاس تاني، مثلا اي حاجه تانيه، مثلا في سيستم دوت داتا دي، او نخلي جوه نفس النيم سبيس بس مثلا اس كيو كلاينت مثلا، ورحنا على سبيل المثال ندور على مثلا على اي كلاس كده زي كلاس اللي اسمه اس كيو ال اكسبشن ده. لما جيت فتحنا لقينا ان انا لقيت ان الاس كيو اكسبشن وارث من دي بي اكسبشن، دي بي اكسبشن وارثه من اكسترنال اكسبشن، اكسترنال اكسبشن وارثه من سيستم اكسبشن، وبعد كده السيستم اكسبشن وارث من اكسبشن، والاكسبشن وارث من اوبجكت. الله الله، ده انحدار طويل جدا جدا جدا، كلهم في الاخر وارثين من اوبجكت. وفي الاخر عرفت ان اوبجكت هو اللي مكون فيه الثلاثه فانكشنز الاخرانيين الجمال دول، خلاص، اللي هم الفانكشنز اللي هم دوت تو سترينج، ولما جينا نعمل اوفررايد وايكوالز وجيت هاش كود، هم الاساس وهم الاوتوماتيك. كده كده اي حد بيبقى متواجد في البرمجه، اي كلاس بيبقى متواجد لازم يكون وارث من كلاس اساسي اسمه الاوبجكت ده. فهو ده يعتبر اساس كل الكلاسز او كل الاوبجكتس او كل الكلاسز اللي هتتعمل اصلا في الاوبجكت من الاول للاخر. فالمفهوم دوت طبعا مفهوم بسيط،
وكان الغرض منه ان احنا نفهم ان كل شيء في الاصل بيبقى ليه اساس كده في الاوبجكت اورينتد. فالموضوع ده فكرني باخويا مره كان خايف يسال سؤال بسيط جدا، مين اللي خلق ربنا؟ ولما سال الناس عملت لي مشكله كبيره جدا طبعا خوفا عليه، لكن لا قلت له لما سالني قام قال لي مين خلق ربنا؟ قلت له اه في حد خلق ربنا. طبعا اتخض جدا زي ما انت اتخضيت دلوقتي وانت بتسمعني. سكت شويه وبعد كده قال لي طيب ماشي، مين بقى اللي خلق ربنا؟ قلت ليه؟ اهو بقى واحد تاني برضه. الله، قال لي طب ومين بقى اللي خلق ربنا؟ وهكذا بقى بدأ يرجع بقى معايا، طب مين اللي خلق ربنا؟ طب مين اللي خلق ربنا؟ طب مين اللي خلق؟ وبدأ يرجع ورا كده. قلت له ارجع بقى فكر كده وارجع ورا لورا 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 لورا، هتلاقي في الآخر إن أكيد 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 في حد بقى كان أول حد خالص اللي ابتدت منه القصة كلها، وهو اللي بدأ واتبنت عليها بعديه كل حاجة. وطبعا ده أكيد كان واحد، ما كانش أكتر من حد، لأنه أول حاجة خالص بدأت وبعد كده قال لي صحيح. قلت له طب يبقى البداية كانت أول شيء، وكان طبعا كان واحد لان ما كانش ينفع يبقى في كتير ظهروا مع بعض مره واحده. قال لي اه. قلت له اول بقى واحد بقى خلق كل دول؟ قلت له هو ده ربنا، هو ده الله. مش اللي كنت بقول لك حد خلقهم، اللي كنت بقول لك يا ربنا اه في حد خلق في حد، لا مش هو دول، لا اول واحد بقى خالص اللي خلقهم دول كلهم كان هو ده ربنا. فهمناها في البرمجه، وطبعا ان شاء الله استوعبناها برضو في التوحيد ربنا، والحمد لله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.